ويكره كثرة الكلام يعني عند الوطئ والجماع. فإذا كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام فيتكلم، لكن لا يكثر. وفي الروض حديث لكنه ضعيف: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس. والخرس معناه أن لا يتكلم. ولا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي، لأن الإنسان كاشف فرجه وكذلك المرأة، لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة.